الكبير وهو اللي حطهم في السلطة النهاردة في هذه المرحلة الانتقالية. انتهى العصر اللي هنخاف فيه، انتهى العصر اللي ليه وقاته يقول لحد خليك في الكتابة، خليك في التمثيل، خليك في الدراسة يا حبيبي، انت ايش فهمك في السياسة؟ احنا بقينا نفهم في السياسة ونفهم في الديمقراطية، ودينا درس للعالم كله في الديمقراطية والسياسة احسن من اي حد يطلع يتكلم باسم المجلس العسكري النهاردة، وده اللي حاصل على ارض الواقع. طبعاً رجعت ريما لعادتها القديمة، التلفزيون الرسمي المصري النهاردة بيكتب ليل نهار على اللي بيحصل. طبعاً الموضوع بقى عن مفتشل وكلنا عارفين هم بس مش لاقيين حاجة تانية يعملوها. أيام مبارك كان فيه بوليس وبيطمع، زائد تلفزيون بيحور، دلوقتي لا البوليس موجود، في الجيش في الشارع ومش عايز يضرب، بيقول إنه حمى الثورة وإحنا مش فاهمين حماها إزاي الحقيقة لغاية دلوقتي، هنكتشف إن شاء الله في يوم من الأيام. و جهاز إعلامي بيكتب ويضلل ويكمم الأفواه زي ما شفنا. لو عايزين تعرفوا إيه اللي بيحصل في مصر دلوقتي، هو ده اللي بيحصل، مجلس عسكري بيكمم الأفواه. يوم 9 أكتوبر اللي فات يوم اندهس مظاهرة حقوق الأقباط اللي فيها مسلمين وأقباط، طبعاً أقباط أكتر، فقط العسكر اي شرعيه انهم يقولوا انهم حموا الثوره او انهم يكونوا في الحكم النهارده في اي مرحله انتقاليه. انتهى حكم العسكر باي شرعيه في اي قانون وفي اي مذهب في العالم كله. ده لو هتكلم على ستاي تيوند، الاسم اللي انا ما قلتوش لكن هنا تيدكس طنطا للاسف تاني اتاخرت، كنت جاي بمهرجان ابو ظبي وماشي على السجاده الحمراء وقلت لهم عم اجي هقول لكم على الاسم. السجادة الحمراء السنة دي لأول مرة